بونجور. أنا بحبك، بحبك كثير كثير كثير. بونجور يا حلوين، مشتاق لك. تفضل خي ابو نمر. لا بالله يا ابو نمر، بتبداش عليك انا يا زلمه العين تطلعش على الحاجه المعقوله. انت يا ابو نمر بن ابجديه، مشتاق لك. ابو الهدى، عمار اتصل لي بابو الغضب وخلي يجيب امه محمد كلها لهان. مين مشتاق لي؟ انا. طول فيديو. ايه طبعا. شوي قاعده بتعيني كثير. طيبين صح؟ كثير طيبين. هاي هيدا تسع يوم الي عامل العمليه، سو هو ما لازم اطلع فرجيكم وجهه لانه الورم من عيني نزل على وجهي. افتح الباب وداخل تلاقي دي في خلقتك كده عامله لك كده، يا تتسرع يا يجي لك جلطه يا اي حاجه. سلام. اوكي، فكل اللي عم يسالني عن العمليه وعن اسم الدكتور، انا رح اطلع بس هلا بس صير منيحه، يعني بعد من شي جمعه ليخف الورم من وجهي ويروح هيدا الدم اللي بعيني. تو رح اقول اسمي دكتور وانتو فيكم تفوتوا على الصفحه وتتواصلوا معه وتحكوا معه وتاخذوا موعد. وعلى فكره انا حاسه النتيجه من هلا عن جد، يعني كثير حبيت، بس هلا مثل ما كن شايفين الورم على وجهي وبعد في ورم بعيني. ما احضنك. Thank you.